هو الصغر ده اللي هيخليه طاهر ابراهيم ويجي مع حته مقطوعه زي دي؟ ما تشغليش بالك انت، انا فاهم هو هيعمل ايه. هيقولوا ان ده مكان جايين يستخبوا فيه لازم يجي يعين. يا سلام، على اساس ان هما مش مستخبيين في حته دلوقتي؟ هو انت بتزهقني ليه وبترد كتير ليه؟ هو قال ان عنده مشاكل في الحته اللي مستخبيين فيها، وصلنا للحل ده. اسكتي بقى شويه. هو ابراهيم جه. في يا ابراهيم؟ انا غلطت غلطه كبيره قوي، ما ينفعش ما اسلحهاش بسرعه. هسيب بيه؟ هتسيبه يمشي ولا ايه؟ ده هيروح فين يعني؟ انا هجيبه تاني. طب يا بيه، انا هروح اروح البيت نوره مع سميحه والعيال في المكان اللي انا مخبيهم فيه، وهجي لك يا بيه. ما تجيش، روح انت يلا. لا يا بيه مش هسيبك، هوديهم وهجي لك يا سليم بيه، هوديهم وهجي لك. امن نفسك يا بيه، هيضرب عليك نار تاني. هوديها وهجي لك يا بيه. وما كملتش في اتفاقك ليه مع زنات يا ابراهيم؟ الخيانه مش سهله قوي عليا كده يا سليم بيه. وبعدين انت بالنسبه لي ربنا العالم اللي في قلبي. يعني زي اخويا بالظبط. وانا مزعلان منك. زي ما انت بتقول احنا بقينا اخوات، ونوره بقت زي اختي. خلينا نفكر بقى ونشوف هنعمل ايه كده نطلعها من عند زناتي من غير ما تتأذي، وبالمره نكسب اللي عمله زناتي فينا. هتعمل ايه بقى دلوقتي يا زناتي؟ معرفش يا صفاء، معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ ما قلت لك من الاول سيبك من اللي في دماغك ده خالص يا زناتي، برضه ما سمعتش كلامي. بقول لك ايه، انا مش ناقص تقطيع مع المسا، كنت عايزاني اسيبه يعني؟ ما انت كده كده سيبته يا زناتي. لا يا صفاء، انا كان عندي حق. سليم مش هيرجع غير لما رقبه واحد فينا تطير. يا رقبتي يا رقبته. انت عايز تسخنه عليك اكتر ما هو سخناني يا زناتي؟ المره دي ما ظبطتش، هتظبط المره الجايه. هو لسه في مره جايه؟ لازم يا صفاء، بس المرة الجاية مش هبقى لوحدي. يعني ايه؟ يا متر، انا لازم اشوفكم. لا دلوقتي. سلام. لا، انا ماليش في الحكاية دي نهائي. يعني ايه يا حاج الكلام ده؟ يعني اللي سمعته انا. جرى يا متر، ما تفهم الحاج ان احنا مربوطين سوا للاخر. ما تستهدوا بالله يا جماعه، خلونا نعرف نفكر. نفكر في ايه؟ هي عاد فيها تفكير؟ انا خلاص شبعت مصايب من ورا البني ادم ده. المصايب دي اولها عندك انت وابنك يا عم الحاج. ليه يا اخويا؟ كنت انا وابني اللي قلنا لك روح اكنسلي من انصاري. وانا عملت كده ليه؟ ما انا عايز اقطع عرق واسيح دم عشان نخلص. ولا انا غلطان يا متر؟ ايوه غلطان. غلطان لانك بتفكر من دماغك من غير ما ترجع لاي حد. انت فاهم نفسك اللي بتفهم لوحدك ولا ايه يالا؟ المهم خلاص، اللي حصل حصل. كلام في الفايت نقصان عقل، خلينا نفكر في اللي جاي. جاي ولسه في جاي؟ ايوه في جاي، واللي جاي يخصنا كلنا. سليم الانصاري دلوقتي طار وبقى طارين، واحنا مش عارفين بيفكر ازاي. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شفتك فيه. والحل يا ناشئ هنعمل ايه؟ الحل ان الافندي ده لازم ياخد اجازه. انت تروح بكره تقدم على اجازه، وانا هشوف لك مكان تتوى فيه لغايه ما تعدي الليله دي على خير. بس على الله بقى حكايه البنت اللي اتخطفت دي ما تظهرش وتتقلب على دماغك. ما تقلقش يا متر، انا عامل حسابي. محدش شافني غير البت نفسها، وحتى مكالمات التليفون كنت بعملها من تليفونها. يعني كلامها قدام كلامي. يا سلام. طب والتاجر اللي انت اتفقت معاه يا بورم؟ حسن الطبع ما يقدرش يفتح بقه، لانه عارف قبل ما يفكر يعورني هعوره. وبعدين يا حاج ما تقلقش، انا زناتي. الله العظيم، تلاته ما ودانا في داهيه غير البرمجه بتاعتك دي. مفيش داهيه ولا حاجه. المهم يا جماعه لازم نحرص الفتره الجايه كويس قوي. وبعدين يا ريت محدش يجيب خبر لحماد بيه، عشان ما احناش عارفين رده فعله ايه. قاعد امين بيه، بسعادتك عارف ناجي العوضي ده بتاع كلام كتير، عامل فيها احمد عرابي. تمام سعادتك، ما انا عملت كل نصايحك وبعدت عن موضوع سليم الانصاري ده خالص. لا بس انا مش عايزك تقلق من موضوع ناجي دوت، اصل ده ما وراهوش غير الكلام الكتير. بس ما تقلقش، هو مش ماسك علينا اي حاجه. تمام سعادتك.
في امان الله، مع السلامه. يا لطفي، في جديد؟ لا، اصل في واحد في المجلس عندنا عمال ينخور وراك. المهم طمني لو في اي حاجه ده في موضوع سليم الانصاري ده. ماشي، يلا سلام. سلام. جدع حود، عفرم عليك. يعني هم دلوقتي اتقابلوا وبعدين كل واحد نزل لوحده. طب تمام، خلي عينك بقى على زناتي واوعى يغيب منك، بس من بعيد، ما تخليش ياخد باله. ها، ماشي، يلا اتكل على الله، لو في حاجه كلمني. يلا سلام. والله عفرم عليهم، لكنهم كانوا معانا وسمعوا اللي انت قلته لهم وبينفذوه بالظبط. الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس. وانت ناوي على ايه دلوقتي بقى يا اسلم بيه؟ بكره نضرب ضربتنا. يا شيخ عزام، الامور كده طولت والخواجه هيزهق. بقول لك يا اسحاق، انت مش سمعت الشيخ عطيه بودانك وهو بيقول الموضوع هيخلص بكره؟ بس يا مولانا ما فيش بس، ما تجهدش دماغك في التفكير. الموضوع هيخلص بكره، وبعد بكره باذن الله هنبدا الحفر. لا حول ولا قوه الا بالله. بكره يا شادي والله العظيم هخلص لك الحوار ده. يا ابني عيب عليك، انا الموضوع ده يهمني اكتر منك. طب انت فين طيب؟ طب ما تجيلي على البيت. لا طبعا، يعني هطمن عليك ازاي يا شادي؟ يعني انت بتكذب على فكره. وبعدين تعالى هنا، انت ايه اللي خلاك تاخد المطوه بتاعتي من هنا؟ كنت فاكرني مش هعرف؟ طب يا شادي شويه كده واكلمك. يخرب بيت امك، انت ايه اللي جابك؟ اعمل لك ايه يعني، وحشتني. عاوزه ايه انجي؟ ايه اللي جابك؟ الله، ما قلت لك وحشتني. انت سامعك راحت من ضرب ولا ايه؟ لا وحشت امك انت اللي دماغك راحت من الضرب. اعملي حسابك ان انا مش هجيب لك مخدرات تاني. ليه؟ خايف عليا؟ لا خايف على نفسي. قسما بالله انا ما ندمان على حاجه في حياتي قد ما عرفتك. ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه مع شادي ده؟ اعمل له ايه يعني؟ ما هو اللي دخل عليا وانا مصطبحه. وانا بصراحه ما كنتش فايقه الهري ده خالص. في واحده ست تقول لجوزها كده يا فجره؟ عايزه اخلص. انا بصراحه زهقت، ما بقتش اقدر اشوف ولا اسمع حد غيرك. ورايا يا انجي؟ انت فاكراني كاميروني ولا ايه؟ انت بتضربي ايه بقى لك كام يوم هبب عليكي كده مخليكي خربة الدنيا؟ هو انا لازم اكون ضربه عشان احبك؟ انا مش فاهم انت قفش كده ليه؟ انا كنت فاكراك هتتبسط. وانا ايه اللي يبسطني في البومبه اللي فرقعتيها في وشنا دي؟ هتطلق. مفيش حد هيبقى ليه حاجه عندنا، لا شادي ولا غيره. نعم يا اختي. وبدل بقى جو الحراميه اللي احنا عايشين فيه بقى لنا سنه وشويه ده. لا لا، ما يخصنيش انا الكلام ده. امال ايه اللي يخصك بقى ان شاء الله؟ اللي يخصني صاحبي اللي انت كسرتي قلبه. الواد يا حول الله مخه شت منه من ساعه ما عرف بعملتك السودا. عملتي انا اللي سودا؟ وانت عملتك ايه بقى، بينك؟ بقول لك ايه يا انجي، انت من اول يوم دخلتي في البيت ده وانا مرسيكي. شادي اهم واحد عندي في الدنيا، مستحيل اخسره تحت اي ظرف من الظروف. انت عبيط يا ابني، شادي ايه اللي انت بتحبه وانت مصاحب مراته بقالك سنه وشويه؟ والله بقى بني ادم وكلنا بنغلط. بعدين انت اللي اغرتيني وانا ضعيف من المنطقه دي. هي انا ما ضربتكيش على ايدك ولا انا ضربتك على ايدك، وشادي بتاعك ده عارف ان انا مش طايقه فاضل مكمل، يبقى يستاهل بقى اللي يحصل له.